مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في تقرير جديد ومشكله جديده من برنامجكم مواطن مصري. زي ما عودناكم اننا بننزل الاماكن اللي محدش بيسال فيها عنهم. معانا النهارده مشكله من قريه بساتين الاسماعيليه التابعه لمركز ومدينه بلبيس محافظه الشرقيه. اهالي القريه يعانون من نقص تام في الخدمات، ما عندهمش صرف صحي، ما عندهمش مدارس، عندهم مشاكل في كل حاجة. هنتعرف أكتر على تفاصيل المشكلة من خلال لقائنا مع أهالي القرية. نتعرف بحضرتك. العمدة يونس زيدان يونس الشهير بسعيد زيدان، عمدة بساتين إسماعيلية. أهلا بحضرتك يا فندم. كلمنا عن المشاكل اللي بتعانوا منها هنا في القرية عندكم في بساتين إسماعيلية. نبذة بسيطة كده عن بساتين إسماعيلية. بساتين إسماعيلية قرية تابع مركز بلبيس محافظة الشرقية، يعتبر من أقدم القرى على مستوى الجمهورية، والتعداد السكاني بتاعها يتراوح مع حوالي 100 ألف نسمة. في نفس الوقت القرية محرومة من جميع الخدمات. انت حضرتك اول حاجة مدخل القرية، لو بصيت لوب الكاميرا من الناحية دي، مدخل القرية بدايته فدانين كلهم كوم زبالة، اقوام من الزبالة. نشدنا كتير ونشدنا السيد وزير التنمية المحلية والسيد المحافظ، التدخل مفيش حد ولا كحلة لمن تنادي. في نفس الوقت مقدمين احنا طلب باسم السيد المحافظ عشان نعملها منفعه عامه، مفيش حاجه. في نفس الوقت قدمنا طلب للسيد رئيس مجلس المدينه، برضه محدش اتفاجئ ولا حد رد علينا باي رد. في نفس الوقت القريه فيها حوالي 36 عزبه، مفيش خدمات داخل العزبه، العزب داخل القريه. يعني نقدر نقول ان قريه بساتين الاسماعيليه قريه محوريه تضم اكثر من 30 عزبه وما عندهمش خدمات. حضرتك اخر جواب او نشدته المسؤولين رئيس مجلس مدينه بلبيس او رئيس الوحده المحليه التابعه لكم هنا، وكان رده ايه عليكم؟ من قيمه شهرين قال خلاص ماشي هنخصصها لمصلحه عامه للبلد، وفي نفس الوقت مفيش فايده زي ما انت شايفها كده، مفيش حد اتحرك. بالنسبه للمساحه المتواجده اللي هي عليها القمامه واقوام القمامه دي، مساحتها قد ايه؟ حوالي فدانين. فدانين. مفيش اي مشروع بيخدم البلد يقام عليها؟ ممكن مشروع صرف صحي، ممكن يقام عليها مشروع صرف صحي. القرية كده كده محرومة من الصرف الصحي، ما فيش فيها صرف صحي، اتعمل فيها بالجهود الذاتية صرف صحي، بس في نفس الوقت تلاقي ده في مشاكل كل الناس بتشتكي دلوقتي منه. انما اي حاجة الحكومة بتعملها دايما صح. علاوة على كده لو مدرسة تجارية صنايع، ما فيش في القرية مدارس صنايع. يعني عندكم بالفعل مشروعات تقام على هذه الأرض، ولكن في تجاهل تام من مسؤول محافظ الشرقية. رسالتك إيه للسيد محافظ الشرقية والسيد رئيس مجلس مدينة بلبيس والسادة المسؤولين؟ رسالتي أولا للسيد وزير التنمية المحلية والسيد المحافظ والسيد رئيس مجلس مدينة بلبيس، بساتين إسماعيلية تستحق يكون لها وحدة محلية. احنا لو اتحطينا تحت منظومة الوحدة المحلية كل الخدمات هتتعمل داخل القرية. احنا زينا في قرية جنبنا قرية شوليا عزبة، تعتبر بتتعامل معاملة مين؟ معاملة قرية بس اسمع علي، دي 36 ايه؟ 36 عزبة. لو وزعت الخدمة اللي على عزبة على 36 عزبة يبقى مفيش حاجة هنا تتعمل، زي ما انت شايف مفيش ولا خدمة اتعمل. بشكر حضرتك. نتعرف بحضرتك. محمد ابو رشد. اهلا بيك استاذ محمد. حضرتك من سكان القرية؟ من سكان القرية. طيب ايه اللي انت شايفه هنا بتعاني منه من مشاكل اكتر حاجة بتمس المواطن البسيط هنا في البلد عندك؟ احنا معانا الاساسي وحدة المحلية تعمل، لو وحدة المحلية اتعملت يبقى المرافق كلها تتم. يعني بتطالب بانشاء وحدة محلية في قرية بساتين؟ في قرية بساتين اسماعيلية، لانها كبيرة وتضم اكثر من 30 عزبة. اكبر قرية على مستوى الجمهورية، مش المستوى المركز بس، على مستوى الجمهورية. اخر مسؤول من المحليات نزل عندكم هنا في بساتين الاسماعيليه كان امتى وايه اخر رد فعل؟ لا مفيش، ما نزلش خالص، ما بينزلش. يعني في فساد وفي تجاهل تام من مسؤولين مركز ومدينه بلبيس داخل محافظه الشرقيه. رسالتك للسيد المسؤول الكبير من خلال عدسه برنامج مواطن مصر. وحده المحليه ويبصوا لبساتين الاسماعيليه عشان دي قريه كبيره وما بنستفادش منها في اي خدمات خالص، واي خدمات خالص في المستشفيات، مكتب بريد مفيش، نقطه شرطه مفيش، الكلام ده كله مفيش. الوحده المحليه اساس هي اللي هتبني كل دوت. شكرا لحضرتك. ونستكمل اراء بعض اهالي وسكان القريه. نتعرف بحضرتك. اهلا بك يا عم اسماعيل، انت من سكان القريه؟ من سكان القريه. بتشتكي من ايه يا عم اسماعيل وبتعاني من ايه هنا؟ من الوحده المحليه، مفيش وحده محليه، والزباله مدخل بساتين زي ما انت شايف، مدخل بساتين يعني بساتين يعني ايه؟ يعني اشجار وحاجات، يعني في امراض هنا بالفعل منتشره بسبب المنظر اللي احنا بنشوفه ده. لا المنظر مش كويس، يعني منظر ما يرضيش ربنا زي ما انتوا شايفين كده.
كل دي يعني كلها زباله زي ما انت شايف. انتوا حاسين هنا ان انتوا مظلومين؟ يجي يولعوا بلاستيك، البلاستيك دي بيجيب علينا امراض وعلى عيالنا امراض بالليل زي ما انت شايف. يجي بالليل كده بدل ما نشم شويه هواء كويس نشم هواء كله تلوث كله دخانه. بالفعل يوجد انتشار للامراض داخل قريه بساتين الاسماعيليه، والسبب فيها تجاهل مسؤولين محافظة الشرقية وتجاهل رئيس مجلس مدينة لهذه القرية. نتعرف بحضرتك. عرفات سالم غمري، مدير عام بالتربية والتعليم. انا بضم صوتي لصوت العمدة وصوت الناس اللي اتكلمت. احنا فعلا قرية مهمشة، احنا عايشين وكأننا مش عايشين على وش الدنيا، احنا كأننا مش عايشين على وش الدنيا خالص. احنا قرية، اكبر قرية على مستوى محافظة الشرقية، فيها ما يقرب من 100,000 واحد عايشين وقاعدين. في ال100,000 دول محرومين من جميع الخدمات. اولا احنا عندنا اربع مدارس، ما بقولش ما عندناش، عندنا اربع مدارس، ولكن مدارس معدمه، مدارس فيها عجز صارخ في هيئه التدريس. مدرسه من ضمن مدرسه عرب العيايده فيها ما يقرب من 2150 طالب وطالبه ابتدائي واعدادي، لا يوجد لهم فناء. النشاط الرياضي محرومين منه، النشاط الاذاعي ما بيحييش العلم، ما بيرددوش النشيد الوطني. في مدرسة في الدنيا اللي ربنا خلقها ما بترددش نشيد وطني وتحيي العلم إلا مدرسة عرب العيدة عشان ما لهاش فناء. رحنا لو الحاج عادل عفيفي ورحنا الوحدة المحلية ورحنا الأوقاف عشان نشتري فدان ونعمله فناء للمدرسة عشان العيال تحيي العلم وتردد النشيد الوطني والولد يطلع عنده انتماء وطني لوطنه مصر، للأسف دون جدوى. احنا ما حدش بيسأل فينا خالص. عملنا مشروع صرف صحة على يعني هنا انتوا عايشين تحت خط الفقر، والسبب تجاهل تام المسؤولين. بالظبط، احنا عايشين تحت خط الفقر ومظلومين ظلم ملوش، ما في حد مظلوم اي في محافظة الشرقية قدنا احنا يا ريس. احنا انا بأناشد محافظ الشرقية واناشد السادة المسؤولين النظر الى قرية بساتين الاسماعيلية بعين العطف. ما ينفعش ابدا قرية فيها 100,000 وسكن، 100,000 بني ادم عايشين عليها كانهم ميتين مش موجودين، محرومين من جميع الخدمات. عندنا عجز صرف هيئة التدريس، مشرفات نشاط بيدرسوا للعيال، مفيش مدرسين، الطريق غير ممهد. المدرس اللي بيجي له شهرين ثلاثة بيدور له واسطة ويرجع تاني عشان تفضل العجز قائم في المدارس اللي في عرب العيادة والخشايا. زي ما حضراتكم شايفين دي أهالي قرية بساتين الإسماعيلية بمحافظة الشرقية، القرية تابعة لمركز ومدينة بلبيس، ما عندهمش صرف صحي، ما حدش من المسؤولين بيسأل عنهم. بخصوص الصرف الصحي عندكم إيه هنا وإيه المشاكل اللي بتعاني منها؟ الحاج يوسف الخص، أنا هتكلم في نقطة بعيد عن نقطة الصرف. إحنا عندنا هنا مجموعة مكامير بيعيش على اكتر من 5,000 اسره على المكامير ديت. عايزين نحدد لهم مكان زي مدينه الجلود كده، تحدد لهم مكان، لان بيطلع عادي من المكامير دي مبهدله قريه اسماعيليه بالكامل. القريه بساتين اسماعيليه بالكامل متبهدله من العدم بتاع الدخان، مش بس هي والوحدات العسكريه، 3 سبعات، صاعقه، مظلات، كل ده تحت الريح بتاع المكامير دي. كل المنطقه دي بالكامل متبهدله، فعايزين يشوفوا حل ومكان يتنقل فيه المكامير دي كلها، لان كده ما ينفعش. يعني حضرتك شايف ان في فساد هنا بخصوص المحليات والتجاهل التام من المسؤولين لاهالي قريه؟ في تجاهل تام. ما لو ما فيش تجاهل كانوا نقلوا المكان ده وعملوا مدينه لوحدها، لان ده ذهب اسود وده من ضمن اقتصاد البلد، ما ينفعش يتهمش كده. رسالتك الى السيد وزير التنميه المحليه؟ رسالتنا لهم ان هم يبصوا لنا نظره، ان كانوا هم ما عندهمش وقت يبصوا لنا يخلوا المستشارين بتاعتهم بس يبص لنا بصه واحده بس. انتوا هنا عايزين تعيشوا وعايزين يكون عندكم خدمات زي باقي الكرة وزي الناس اللي عايشه. اقل من الكرة، مش عايزين زي باقي الكرة، عايزين اقل من الكرة، بس في حاجات يعني ما ينفعش تتهمش فيها. في امور ما ينفعش نتهمش فيها.
زي ما حضراتكم شايفين أهالي القرية يعانون من نقص تام في المدارس والكثافة للطلاب. نتعرف بحضرتك. الحاج محمد عبد السلام محمد حسن. أهلا بك يا عم محمد. إيه مشكلة المدرسة دي؟ مشكلة المدرسة دي من 2012 وإحنا بنجري ل 2019 عشان نعمل مدرسة في القرية. المدرسة إن تمت في هذه العزبة بتخدم حوالي من 8-9 عزب حواليها. قول لي من الأول، الأرض تم التبرع بيها من أهالي القرية؟ تم التبرع بيها والعقد في إيده أهو. تمام. والعقد وصل وحدة محلية ثم مركز مدينة بلبيس ثم المحافظة. التعليمية. تمام كده، ثم محافظة. طيب. ثم تم معاينات من جميع الجهات المسؤولة. يعني هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، مدير الهيئة. تمام. تم معاينة هنا في الأرض ديت وتم تخصيص ميزانية لها؟ تم معاينة بواسطة المهندسة نورة أبنية تعليمية، والورق دلوقتي انحط في الدرج في الشؤون القانونية في المحافظة، فإحنا بنناشد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية. تمام. الورق هناك؟ تمام. الورق معلوماتنا بتقول ان هو راح محافظة الشرقية في المحافظة في مكتب الشؤون القانونية. تمام كده، واتحط في الدرج وعليها الوقتنا هذا. طيب حضرتك تواصلت مع السيد الدكتور احمد مرسي مدير هيئة الابنية التعليمية؟ تواصلت مع سيادة النائب العقيد سعيد العبودي مرة واثنين وثلاثة، واخرهم الاسبوع اللي فات عمل مذكرة للجهات المسؤولة ولم يتم الرد عليه. حضرتك تواصلت مع مكتب مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية؟ لا. طيب دي هتكون رسالة من خلال برنامجنا، يعني هنا القرية تعاني من الكثافة في الطلاب وما عندهمش مدارس زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده. وعقد تاني رسالتك إلى مسؤول هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية والسيد رئيس الأبنية التعليمية بالقاهرة اللواء يوسف. اتبرعنا بالأرض يا سيادة المحافظ، اتبرعنا بالأرض يا سيادة اللواء، نفذوا بعد إذنكم، الأرض جاهزة، ابنوا لنا مدرسة عشان ننمي التعليم عندنا. شكرا لحضرتك. نتعرف بحضرتك. عمرو عبد الحميد منصور. اهلا بك يا عم عمرو. من اهالي وسكان القريه؟ من اهالي وسكان القريه. ايه مشكله المدرسه هنا اللي بتعاني منها؟ المدرسه هنا الطلاب الفصل فيه 70 عيل ولا 80 عيل كمان. وما ينفعش، هيتعلم ازاي؟ واحد مدرس واقف هيعلم 80 عيل، هيقول لي ده هيسكت ولا هيعلم ده ولا هيعلم ده؟ عيالنا ما بتتعلمش. يعني الكثافه كبيره للطلاب هنا. عدد كبير في المدارس. عجز في المدارس. وفي عجز في المدارس، وفي اراضي عندنا نتبرع بيها لو عايزين يعملوا 20 مدرسه موجودين. الارض موجوده. مش عايزين يخلصوا لنا الورق ليه؟ وعندنا ورق هنا برضو تبرع وحده صحيه. الناس كلها اهو، الورق اهو. زي ما حضراتكم شايفين ده حال المدرسة اللي تم التبرع بيها بالأرض، مدرسة قرية بساتين الإسماعيلية، وإلى الآن لم يتم إجراء أي اتخاذ أي إجراءات بخصوص بناء المدرسة أو تخصيص المدرسة من السيد الدكتور أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية والسيد اللواء المحترم رئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسري. نستكمل باقي نقص الخدمات في قرية بساتين الإسماعيلية. نتعرف بحضرتك. سلامة شحتة زايد. بتشتكوا من هنا بتشتكوا من ايه هنا؟ الوحدة الصحية، البلد بالنسبة للعرب العايدة والبلاد اللي جنبها كلها مفيش وحدة صحية. يعني ما عندكوش مستشفى؟ لا ما عندناش مستشفى. والست اللي عاوزة تطعم ابنها تروح مثلا تمشي مسافة 5-6 كيلو عشان تطعم الطفل. واحد تعب برضه مفيش مكان ان هي ايه المقبلة. يعني عندكم مكان هنا مخصص للوحدة الصحية؟ التبرع للوحدة الصحية. وتم بناؤه ولا لا؟ لا لم يتم بناؤه. يعني إلى الآن في نقص تام في الخدمات الطبية والصحة في قرية بساتين الإسماعيلية. ونناشد السادة المسؤولين عن جميع الخدمات. شكرا لحضرتك. رسالتك إلى السيد وزير الصحة أحمد فرحان خشانة. إحنا عندك حضرنا مش هنقول هننشئ من جديد. إحنا عندنا الوحدة الصحية موجودة من أيام الملك فاروق. تمام. من الساعة 10 ما تلاقيش دكتور. ونروح تقول لك دكتور في الإدارة الصحية. خلي بقى حضرتك عندي عايزين لها دكتور مثلا جراح أو حالة ولادة، بنناشد المحافظ، بنناشد وزير الصحة، بنناشد كل بتطوير الوحدة الصحية. حضرتك توجهت بطلب إلى السيد وكيل وزارة الصحة بالشرقية. اتكلمنا مع ضمة الشعب، اتكلمنا مع الناس ديت وبعتنا فعلا طلبات قبل كده وما حدش سأل فينا خالص. إن إحنا عندنا حوادث عيال بنرجع بموتوسيكل ما بيلاقيش حد من الساعة 10 إلا إذا كان عندنا الصيدلية. يعني ما عندكوش طوارئ في المستشفى. الوحدة الصحية عندنا وحدة كبيرة صحية. سن الإسماعيلية بينه وبينها حوالي 5 كيلو بس على الاقل، عايزين فيها جراح، عايزين حاله ولاده، واحد يتعب بالليل عايز يقعد بموتوسيكل نلاقي حاله طوارئ، يعني بدل ما فيش اي خدمات اخرنا صيدليه هنا بالليل. شكرا لحضرتك. دي رساله من برنامج مواطن مصري الى السيد وكيل وزاره الصحه بالشرقيه الدكتور هشام مسعود والسيده الوزيره الصحه
بتبني مشكلة قرية أهالي بساتين الإسماعيلية بمركز ومدينة بلبيس. الناس هنا عايزين يتعالجوا، ما عندهمش أي حاجة، ما عندهمش طوارئ، عندهم حوادث كتيرة. نتعرف بحضرتك. معاك مجدي طاحون من عزبة ابو طاحون تبع مركز بلبيس الزوامل الشرقية. بتشتكي من ايه حضرتك هنا؟ بتشتكي من سوء المعاملة في مستشفى الزوامل، لان ما فيهاش اي حاجة صحية بالنسبة للحوادث، وفي مبنى معمول بقاله 15 سنة وخدنا الموافقة عليه والتمويل جاله وانسحب تاني. رسالتك للسيد وكيل وزارة الصحة بالشرقية. أناشد السيد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بنظرة العون لمستشفى الزوامل بأنها على طريق عام وتخدم 72 مصنع وشركة في منطقة أنشاص الصناعية، وحوادث الطريق الصحراوي بتيجي عليها مفيش أي حاجة بإمكانيات، مفيش أي إمكانيات للمستشفى. شكرا لحضرتك، وأنا استكمل آراء أهالي سكان قرية بساتين الإسماعيلية بمركز بالبيس. المشكلة بالنسبة لي يعني البيت دوت والدي شاريه من الإصلاح الزراعي، وبقى من سنة 2001 شاريين، تاريخ العقد البيع 2001، لكن احنا هنا ملكية وكل حاجة، لكن احنا هنا بقى لنا أكتر من 30 سنة، واخد بال حضرتك؟ واللي اتفوجئنا إن الأوقاف بيقول إن المساحة الأرض ديت والمنزل اللي فيه ست أسر رجالة بعيالهم بأولادهم واخواتهم البنات، ووالدي الله يرحمه له ثلاث زوجات كلهم ورثه في المنزل ده والارض دي. الاوقاف بيقول لك الارض دي بتاعتنا والمنزل ده بتاعنا، وبعت لي انذار باخلاء المكان. يعني معاك عقود ملكيه هنا وعايزين ينزعوا العقود الملكيه منكم والمساكن من قريه البسدين. يعني معايا عقد بيع من الاصلاح الزراعي، معايا قسيمه ال 10% مقدم العقد، ومعايا جميع اسامي السداد، ومعايا شهاده، معايا كشف حساب خالص الثمن بجميع الاقساط وجميع المديونات والخدمات للجمعيه الزراعيه. بتناشد مين من المسؤولين للتدخل بهذه المشكله؟ بناشد رئيس مجلس الوزراء بالفصل بين هيئه الاوقاف المصريه وهيئه الاصلاح الزراعي لحل المشكله الخاصه بنا. بنضم صوتنا لاهالي وسكان قريه بساتين الاسماعيليه، ونستكمل مشاكل التعدي من وزاره الاوقاف على مساكن البسطاء بمحافظه الشرقيه. ايه مشاكلكم اللي بتعاني منها هنا؟ المشاكل بتاعتنا ان الاوقاف الاصلاح الزراعي جه اتنزل الارض على الاوقاف، اتنزل عليها على الخرايط، الاوقاف استلمت على الورق ما استلمتش على الطبيعه. الاصلاح بايع اراضي من دي للناس، بدل ما يشيلها ينشلها ينزعها من على الخريطه، باع للاوقاف الخريطه كلها. مشكله بين الموظفين وبعض، احنا الاهالي تعمل ايه؟ وانتم معاكم عقود ملكيه هنا في البيت؟ انا عقود ملكيه ومستندات، ان احنا دافعين حق الارض بالكامل وحق البيت وحق كله. رسالتك الى السيد وزير الاوقاف؟ رسالتي ان هم يقعدوا مع بعض، الاوقاف والاصلاح يقعدوا مع بعض ويحلوا الدنيا دي كلها. الناس مش هتحل مشاكلكم، انتوا حكومه ببعض، مش انت اللي هتنزع مشكله واحد تمشيه وتقول له روح اشتكي الاصلاح. يعني انت موظف في الاوقاف تقول له روح اشتكي الاصلاح، طب تروح انت اشتكي الاصلاح، انتوا حكومه ببعض. السيد معالي الوزير محافظ الشرقيه، اكيد حضرتك شايفنا من خلال عدسه برنامج مواطن مصري. برنامج مواطن مصري بيلقي الضوء على المشكلات. وزير الاصلاح الزراعي في مشكله، وزير الزراعه في مشكله بساتين بساتين الاسماعيليه بعرب العيايده بالاحكار. الاحكار ديت حضرتك باعوها لنا، ويرجعوا يقولوا ده احنا ما بعناهاش لكم، ومعانا ورق يثبت الكلام ده. نبيع يبيعوا لنا الارض ويرجعوا يقولوا ده البيعه وقفت، ياخدوا فلوسنا ويرجعوا يقولوا ده البيعه انفتحت. وجهت للمسؤول بطلب مقدم منكم؟ بنقدم للمسؤولين. الرد كان عليه ايه؟ بيقول لك البيعه بتاعتكم انهدت، انتوا اشتريتوا في وقت ما كانش فيه بيع ولا شراء، في وقت المظاهرات والمش عارف ايه والكلام ده. طيب يعني الساده النواب دائره مركز ومدينه بلبيس، حضراتكم شايفين المنظر اللي احنا بنشوفه، الاماكن كلها تعديات، اهل القريه يعيشون في حاله تحت خط الفقر. الناس هنا عايزه تعيش زي المدن وزي مدن القاهره الكبرى. احنا بنقول احنا في محافظه الشرقيه عندنا محافظ محترم، لازم يكون في استجابه من خلال السيد محافظ الشرقيه والسيد
رئيس مجلس مدينة بلبيس والسيد معالي الوزير وزير التنمية المحلية. نقلنا لكم من خلال عدسة برنامج مواطن مصري تقرير عن قرية بساتين الإسماعيلية والإهمال والفساد الموجود بالفعل في قرية بساتين الإسماعيلية. شكرا ونأمل في الاستجابة.